Charles, j'ai vu que nous causions. On a fait qu'on gardait une position. Godem, nous tous faisions. Et Sergio fait nous mention. Le rasme et les jabins, le tunisien et le chant. Qui chide pour le fasse. Ya habibi, à fouas. Qui fait chide pour le couloir. Ya habibi, à nawa. Intimé, voilà zir, intiché, voilà zir. Fananine ou machahir. Ah, franchement, faut que je m'achis zir. Dis nous étonnons grisas, aïe, nous nous glas. C'est le zir, ou le douk, ou le gounou, à goukou. L'abdel, ou zir, ou zir, ou le yak, le tunisien. Le tunisien, condition, le cousin, le promotion, le position, le promotion, le maximum. Arrête, tunisien, gédé que je fais motion. Ah, 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 تمساح والكل طبل طبال يا خالت يا خالت يا خالت صحة شربتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التمساح. ضيفتنا اليوم ممثلة تعرفت نشاطها المسرحي وتألقت في الأعمال التلفزيونية اللي شركتها كيما الليالي البيض وإلا سنة في مسلسل من أجل عيون كتب. أنا فرقت لك قلبي وأنا طاهرة حاسبتك في مقام أمي هتعهدني تهنى. أسمع يا دليلة راك وقفت لي مخي. ليلى الشابي جات كيما مغلب ضيوفنا على اساس قيام حوار تلفز ولقات روحها مع ممثل اخر تألق سنة مش في المسلسلات لكن مع تمساح. Comment? Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Je ne sais pas. Je vais descendre, s'il vous plaît, faire vite. La ralba, tu me sais, tu j'aime là. Quel mazzi. Ya, ça se meurt. Ya, les hâtes, les amants, ça cadre. Je n'ai pas. S'il vous plaît, madame. ليه وار يا غالب تمسيح شبيني في الافريق كينا طلعت طلقة تمسيح تشي ما حبش يسكر ال... اسكور كنيس الو الو تفضل يا ودي شنو هذا المحل الاسانسور نلقى تمسيح عبتوني ولا هزوني ولا ثاني ايتاج خويا من نعرف هنا تاع ولا نعرفش عليه انا في الايتاج لازم تعطيني الايتاج باش نشوف لك ها لازم تعطيني الايتاج باش نشوف لك انتو اللي كهبتوني اللوطه رجعوني اللوطه وكا هاو باهي تو نشوف وين و يا غالبا اوه كال كال مش من كان المستيعب كان توا و يا ليه ليه عاد ليه شنو يا ولد اي جو سوي دون كيل ايتاج ترويزيام بي الو يا زيد وين ماشي وليد ما مش مفهوم ما جون بو با ليه ليه ها ليه ليه عايشك من فضلك يا ساسمك بجدك يا غلبتك تمسيح مزيل على فيرين وجريب على فيتولة وعنيش تميسة ألو يا وليدي وي مدام يا وليدي هنا في التخزيم شوفوا لي حل انت وين ماشي مزيليشي ليه ليه فضلك السيد هذي بشي طالع معايا تمسيح في الاسانسور اون كريتاج انت مدام يا ويحلو يسكر في فمه يا وليدي في التروازيم يا وليدي واه التروازيم ايتاج تبع السفاره والله يقصد تبع السفاره مدام جيت تبع السفاره شنو عمل له وين ايه وين ماشي ومخلي لي التمسيح شو مطلعك مدام التروازيم ايتاج واش مطلعني انتوما حطيتوني في التروازيم شو دخلني كونسيرج انا مدام شو تقول كونسيرج انا شو دخلني في في طلعتك يا وليدي هبطوني يا غلبتكم وين ماشي انت مدام خشوف. انا ماشي للتونسيه مستدعي مع معز الغربي معز تونسيه دوزيام ايتاج التونسيه دوزيام ايتاج صفارة روزي متاج لك مش هنا طلعت و مالالية تيضا ما يزيش ما و تمسير يا سيد ليه 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 انا ديسون يعني أنا أقول ليبراتيها إيه بقى يا ليه ليه ها ليه ليه عايشك ليه ليه قتلك ميناج تجي نا يا غلبتك و يفضلك وهزومة ألو يا سيسمك نقصني كنت مسيح
pousser un petit peu, je vais déjà prendre les escaliers. Tu veux descendre? Mais tu vas descendre, ma, je ne sais pas, je ne peux pas descendre avec un tamsir, comment est-ce? الو الو تشني يا ولدي انا شنو لالا انا قاعد نقعد في الاسانسور مانويل ما عرفتش يا خاي التمسيح يتازم تنفض قديمي ولا تشد الصحيح شو تمسيح بالحق تمسيح ايه تمسيح بالحق ما يفضلك هاك عند عينين ويحلو يسكر في عجيب جرفته يا لطيف يا لطيف اللطف ماشي لطيف يا غربة والله العرق ولا يسلت معايا راه فهمت ما عايش خويا هو كب سعد وهو لا علاش كب سعد انت وانا مش نشوف لك وتقول لي كب سعدك مش عليك عاد مسيح سايب علي خلينا نشوف هاي هاي عايش خويا يهديك ما تزيديش تقولش عليها في الجونجا عايش خويا الله سيب بلي يا يعني هكا عليك استغفر الله يا ربي يا هو يتسكر الاسانسور يا يتسكر يا هو شعبت او شعبتين استغفر الله لا يا موتي مدام كويدو ومتلا لا 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 يا موتي مدام كويدو ومتلا لا 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 بعد الفاصل ليلى باش تزيد تخاف قدام اصرار ممدوع على الطوع وتدخلات وسيم في دور الكونسيرج اللي ماهوش ماخذ الامور بجديه جمله Je ne suis pas chez toi. Si, si. Je suis dans l'ascenseur. Ouais. C'est strictement interdit que je vais avoir ce tenseur avec moi dans l'ascenseur. Qu'est-ce que je dis? Je te dis non, c'est strictement interdit. Vous ne pouvez pas. Non, s'il vous plaît. Non! ها بعثنا له شكون ابو زيد طلع بس هاني زيد توي ليه يا وليدي كان عندك حاجه في يدك ارميها عليه تو يبعد كيفاش من نرميها عليه ما قلت شنو قلت شنو من الوساكي ليه اسمك ماما دو اسمه ماما دو يا ماما دو اسمع ماما دو قعد غادي رست لبا باسكو ابعد عليها مامادو اوكي انا تو ديسون توت سويت نتاعك اوكي بغيت ندسون عليه ليه هو يا خال باش ميكانيش وا يا ناس وا يا ناس يا وليدي يا اسمك لا يا وليدي عليه هكا عليه هكا اسمع هبتوني يا وليدي هبتوني يهديكم يا وليدي هبتوني عقب شي يزو وكلمت بشي يزو قلت له ماما دوقوا لي بدا عبالي قول بدا يا وليدي يزو بالعالي شي يزو ما تخافش لا ما تخافش مش كلمت قلت له قولوا بدا عليهم ومدوا قالوا لي كلها كويس سيبا لا قولوا ايه ارمي له صباتك كان قديم ارمي له صباتك كان انا صباتك قديم ارمي له صباتي وانتي ما نرمي له حد شيء زي يزو 14 ونص اكتف روحك اكتف روحك تشري صبات جديد ارميه له ليه 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 جيت مزروبة ما شريتش صباتك تينا صبات يا وليدي
لازم سمعتي بالتكزيك خمس زيد نرمي الصباتي اللي لبسته للتمسيح مش روح فينا قبل انت يديكم يا وليدي تايا عادية زيو بلا فات الكامتياكم والله تينا ليش لبسوتي ما تزيليش تكبر الأصوات الهيلة تيجي أصيح عليه يزهر عليه نية تتكلم فينا في التليفون ها؟ انزل عدو زيو بالحق يامي يامي شنو هيدا ملا تمسيح لكن مزيد يا اسمك يا الو الو قالك مش يسيب واه كيف تساعدك يا وليدي قالك يا وليدي قالوا مش يسيب الو نلقى كلب قدامي كيف شعمل كاميرا كاشي نجيبو كلب احنا في باليش كاميرا كاشي وين نعرف كان نعرف كاميرا كاشي من جيش والسيد الحق عقد هذيك اللي سميتوه مامادو مش تونسي مامادو اي تونسي انا تبارك الله عليه معني عقدها تقول من غادي معني فهمتني كيفاش منهم اي تقول منهم ما يكلمك قبيله سالت قلت لك راه تونسي بنت قلت لك كيفاش تونسي هو اي من غير لحيه والتمسيح قلت لي تونسي ما عندكش ما عندوش لحيه معك Ben oui, il marche pas, il y a un problème, c'est vrai, l'ascenseur. Non, 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 s'il vous plaît, non. بعد شوية تتفرجوا في اللوجيك سيس قدام التلفزيون تفرجوا في المنسيون لو راس مي لي جابي لو تمسيح النجوم كي يشد في القفص يا حبيبي عفوا كيف يشدك في الكروا يا حبيبي على النوار انت ناي ولا وزير انت شيء ولا صغير فنانين ومشاهير ها تخا نشوف واش باش يصير ديرو زيتون وقصاص عيطنين ونقلاص اللي يسيحوا ويردوخوا واللي يغنوا عقبوا تمسح هو الكل طبل طبال